مساء الخير مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. بكره اول ايام عيد الفطر المبارك، اعده الله علينا جميعا بكل خير وفرصه بالتاكيد لتجديد الدعوه لكي يسود المنطقه العربيه والعالم الامن والاستقرار والسلام. بالتاكيد كالمعتاد نصحب حضراتكم معنا في جوله عربيه وكثير من التطورات التي نتناولها بالمتابعه والتحليل، سواء من خلال اتصالاتنا الهاتفيه وايضا من خلال وقفه حواريه سوف تخصص اليوم لدراسه اصداء المطالب التي توجهت بها الدول العربيه المقاطعه الدول الاربعه الى قطر، ومدى ما يمكن ان تؤول اليه الامور في هذه المرحلة سواء نحو المزيد من التصعيد أو احتواء في حال أخذت قطر هذه المطالب والمهلة الممنوحة من قبل الدول الأربع بجدية في التعاطي معها، وتوقفت عن كثير من الممارسات اللي بالتأكيد موضع تحفظات عربية ربما هي التي أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة. أبدأ مع حضراتكم جولتنا الإخبارية العربية، وأول وقفتنا مع إدانة مصر بأشد العبارات المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة 11 فردا خلال إحباط العملية بعد أن فجر أحد الإرهابيين نفسه. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولات لاستهداف أمنها واستقرارها. مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لمارتن كوبلر، وسط ربما بعض التهوينات وربما تعويلات من أن يسهم تغير الوجوه في هذا الموقع لإحداث نقطة تحول في التعاطي الأممي إزاء الأزمة الحالية في ليبيا، وبالتأكيد دلالة أن يكون هذا المبعوث عربيا وخصوصا أيضا لبناني الهوية. في هذا الإطار وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي يقود البعثة الأممية في هذا الشأن منذ نوفمبر من عام 2015. يعمل سلامة البالغ من العمر 66 عاما أستاذا جامعيا، وأصبح في عام 2010 مديرا لكلية الشؤون الدولية في معهد باريس للدراسات السياسية. كما تولى غسان سلامة بين العامين 2000 و2003 وزارة الثقافة اللبنانية، ثم عين مستشارا للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ومستشارا لبعثة الأمم المتحدة في العراق. بالتأكيد إدانة عربية واجبة للهجوم الإرهابي الذي أحبط في بدايته الذي تعرض للحرم المكي الشريف في المملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة بالإدانة المصرية الشديدة وبأشد العبارات لهذا الهجوم، ودوما التعبير عن المؤازرة والمساندة المصرية للمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا التحدي الأمني الذي واجهته وتواجهه ربما المنطقة العربية والعالم بأسره. ويتواصل معنا الحديث عن أصداء هذا العمل الذي يستهدف الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية الدكتور وحيد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرياض. تحية لك دكتور. أهلا وسهلا جامعة الملك عبد العزيز بجدة. جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني ما هي قراءتكم لهذا العمل الدنيء والتعاطي السعودي ودلالاته في مثل هذا التوقيت الذي تواجه فيه الأمة العربية تحديات متعاضمة على كافة الأصعدة؟ طبعا هي محاولة إرهابية دنيئة وقذرة في ذات الوقت لها أهداف عدة. أولا محاولة يائسة للفت الأنظار وتحويل الأنظار إلى المملكة العربية السعودية
وأن المملكة ليست بقادرة على حماية الحرمين الشريفين. هذه المحاولة طبعا هي محاولة من النظام الحاكم في قطر وبتوجيهات وتعليمات ومخططات إيرانية صفوية فارسية. أيضا هذه محاولة أيضا لتدويل المعضلة أو المشكلة الإرهابية من حيث المكان والموقع الجغرافي والأهمية الدينية المقدسة للشعائر الإسلامية تحديدا الحرم المكي الشريف. هذه طبعا إهانة للعالم العربي والعالم الإسلامي برمته، ومحاولة لإثارة الفوضى والفزع والخوف وإسالة دماء وقتل الأبرياء من المصلين والمعتمرين وغيرهم ممن يفدون إلى المسجد الحرام. هذه طبعا سياسة واضحة تحاول النيل من مكانة المملكة العربية السعودية ومن أجهزتها الأمنية، ولكن الحمد لله أثبتت أجهزتها الأمنية في المملكة العربية السعودية أنها على مستوى عال من الكفاءة والفاعلية والقدرة البحثية الميدانية وغير الميدانية لملاحقة هذه الخلايا اليائسة البائسة وتوجيه ضربات استباقية لها، لأنها لولا هذه الضربات الاستباقية لكانت النتائج وخيمة على المسجد الحرام وعلى المعتمرين والمصلين وعباد الله هناك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور وحيد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية. وعودة أيضا إلى ربما التطور الذي يعول عليه بشكل أو بآخر، الذي يتمثل في تعيين وزير الثقافة اللبناني الأسبق حسان سلامة مبعوثا أمميا إلى ليبيا خلفا لمارتن كوبلر. ومعنا المزيد من المتابعة عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي سيد عبد الباسط بن هامل، تحية لك أستاذ عبد الباسط، أهلا بك، مساء الخير. يعني كنا نأمل أن نتعرف من خلال أستاذ عبد الباسط على تقييمه لهذه الخطوة لتعيين المبعوث الأممي الجديد بعدما تولى مارتن كوبلر هذا المنصب منذ نوفمبر من عام 2015. ونواصل معكم جولتنا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. أصدرت الجامعة العربية بيانا أكدت فيه ضرورة وضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء تعمل على حل الأسباب الجذرية لها. البيان أشاد بالجهود التي تبذلها الدول العربية والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ بدء أزمة اللاجئين، سواء من خلال الاستضافة أو بتوفير التمويل اللازم لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون. وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية أن مخطط عمل الحكومة يتضمن ترقية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة المسعى لتعزيز دولة القانون والدفع قدما بالحريات، مؤكدا أن تضامن المجلس الشعبي الوطني مع الحكومة يزيد من ثقل المهمة الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي.
حذر برنامج الغذاء العالمي من أن اليمن على وشك التعرض إلى مجاعة حقيقية، وأكد أنه سيقوم بتوسيع نطاق عملياته الطارئة لتقديم المساعدات الغذائية الواجبة والعاجلة إلى المتضررين. وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي بيتينا لوتشر في مؤتمر صحفي بجنيف إن البرنامج يهدف إلى تقديم المساعدة الغذائية إلى حوالي 6.5 مليون شخص في يونيو الجاري، وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى الموارد للاستجابة للاحتياجات الهائلة في اليمن، خاصة وأن معدلات الوفيات قد ارتفعت مع تفشي وباء الكوليرا الذي وصل إلى 19 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية. وأعود من جديد إلى المطالب العربية، مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر، وأهمية الاستجابة أيضا القطرية والالتزام بالمدى الزمني المحدد لتوضيح النوايا القطرية الحقيقية، وربما في حال يعني حدثت استجابة ترقى إلى التحفظات العربية قد يكون ذلك نقطة تحول إيجابية في هذه الأزمة. نتناول هذا الموضوع بالتأكيد بالمزيد من المتابعة والتحليل، وسوف يكون في صحبتنا في وقفة حوارية بعد هذا الفاصل سعادة سفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق بعد الفاصل. بكم جديد، وربما السؤال الأحرى بالنظر إلى المعطيات الحالية في هذه الأزمة وما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر والمطالب ربما التي تعكس كثير من التحفظات العربية والخليجية إزاء الممارسات القطرية الداعمة والحاضنة للإرهاب، وفي ذات الوقت المتدخلة بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، يعني ماذا بعد؟ وهل يمكن أن تعود قطر كدولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي والإقليمي؟ بالتأكيد سقف التوقعات لا ندري إذا كان يتدنى أم يرتفع إزاء أن يكون هناك تعاطي قطري جاد يرقى إلى المخاوف من هذه الممارسات القطرية في الأونة الأخيرة، وإلي مدى يمكن أن تلتزم قطر بالمهلة المحددة للرد بشأن ما أفادت به الدول الأربعة المقاطعة لقطر. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية سعادة سفير جمال الدين البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب. أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير. وفي البداية طبعا التهنئة واجبة، كل عام وأنتم بخير. كل سنة طيبة. كل سنة وحضرتك طيب.
يعني ماذا بعد ما يعني المعطيات الأخيرة في هذا الملف، وربما يعني أخيرا وليس آخرا مطالب الدول الأربع من قطر، ويعني ما المواصفات التي يجب أن يكون عليها التعامل القطري مع هذه المستجدات؟ ولا يعني عشم في الله كبير بحكم التاريخ والتجربة، يعني نعم إن دائما الأمة العربية حتى وإن اختلفت يعني من أسهل ما يمكن من أمة متجانسة تتحدث نفس اللغة ونفس الثقافة وبعد تاريخي أنها تتفق مرة أخرى وأن تستعيد وحدتها. إنما هو قطر حالة خاصة، حالة يمكن نفسية، دولة صغيرة تبحث عن دور، وده شيء جميل، يا ريت الدول الصغرى كلها تبحث عن دور ويكون لها دور إيجابي. وقطر في وقت من الأوقات عندما كانت تحكم بأسلوب فيه منطق كانت تبحث عن دورة كنا نعطيها هذا الدور. وأضرب مثال، إن لما عقدنا القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت 2009 حضرنا لها في قطر قبلها مؤتمر كبير حضرته كل مؤسسات المجتمع المدني العربية، وأنا أذكر في جلسة أنا كنت فيها مع الأستاذ طارق عامر كان وقتها محافظ البنك الأهلي، والسيد محمد بركات محافظ بنك مصر. ده المستوى اللي كنا بنروح نحضر بيه. ثم صدر إعلان الدوحة لماذا يريد المجتمع المدني من القمة العربية في الكويت. ده دور عظيم هو، ده انت من موقعك الصغير المتواضع عملت موجة من الأفكار والآراء والتوصيات إلى القمة العربية وأخذ بها. إنما إنك انت تكون الدور إنك تكون يعني بلطجي الحارة ده مش مقبول لدولة محترمة. وبعدين الوضع يعني أنا مشفق على قطر والقطريين في الوضع الراهن، لأن قطر وضعت نفسها في عزلة أرضيا ملهاش أي وصلة أرضية، جوا مقاطعة جوية، ما فيش دولة زي كده إلا إسرائيل اللي هي محيطة نفسها. لكن اللافت سعد سفير أن رد الفعل القطري لا يرقى إلى يعني هذه المخاوف من أن لن أتحدث عن الأضرار الاقتصادية حتمنا بها قطر من جراء هذه المقاطعة، ولكن فكرة خروجها عن الحضن العربي وأن تكون علاقتها سواء مع الدول العربية أو الدول الخليجية وربما يتسع الموضوع لأبعد من ذلك بكثير، أن تكون هذه العلاقات على المحك، التعاطي ليس محتويا للأزمة، لا تسعى إلى الاعتراف بخطأها وتقديم ضمانات على أرض الواقع والتزامات تلتزم بها بالفعل، وإنما على العكس هناك من يقول إنها على العكس ترتمي في أحضان إيران وتركيا. ما هو ده راجع لكذا عنصر. نعم. دولة حديثة نسبيا، يعني من أحدث الدول في العالم قطر، يعني سنة 70 ما كانش لسه بقت على الخريطة. عشان تكوني حكومة وخبرة وإدارة للعلاقات الخارجية بتعوز مش بس خبرة الأفراد وإنما سنوات وراهم. يعني احنا النهاردة بنقول احنا خبراء في السياسة الخارجية، ورانا سياسة خارجية من أيام محمس اللي راح طرد الهكسوس من اللاذقية، أو سياسة محمد علي أو جماعة أبو الناصر. إنما هنا ده لسه الدولة نفسها ملهاش ملفات. فده أول عنصر مؤثر في هذا الطغيان في أو النفور. اتنين، هناك عناصر تشجع قطر، واضح أن تركيا من جانب وإيران من جانب بتشجع وبتقيم معسكر. يعني ما هو أقصى ما تخشاه قطر من جيرانها أن يحتلوها؟ ممكن نفترض يكون ده الخاطر، يعني فهي بدل ما جيرانها يحتلوها جابت تركيا وإيران يحتلوها وأمريكا تحتلها. يعني أكبر قاعدة أمريكية في العالم موجودة في قطر، قاعدة تركية ضخمة موجودة، وإيران تساندها بقوات، دي تبقى دولة إيه بقى؟ واحدة من المطالب الرئيسية هي إغلاق القاعدة التركية طبعا، لأن في قطر ده تهديد للأمن القومي العربي. يعني على الأقل بشكل استشرافي، يعني توقعات حضرتك إيه وتقييمك أيضا إلى أهمية أن تبادر قطر بإرسال رسائل تطمينية إلى الدول المقاطعة لها، خاصة على خلفية تحذير دولة الإمارات العربية لقطر من أنها في حال لم تستجب لهذه المطالب ولم تتعامل معها بجدية ربما يعني ترقى المسألة إلى قطيعة نهائية مع دول الجوار. نعم نعم، هو اللي واضح لغاية الآن ما فيش أمل، يعني هو الصلف والغرور هو الذي يكون كل التصريحات اللي طالعه. وزير الخارجية بيرد ردود كأنه دولة عظمى، وحتى لو انت دولة عظمى بتحاصر هذا ليه تحط نفسك في هذا الموقف؟ يعني
لكن في المستقبل القريب مش شايف حاجة تكسر هذا الجليد، ولابد من نوع من إظهار حتى الاستعداد للاستماع. يعني قطر ما بنقولهاش تعالي بكرة نفذي ده، إنما تقول نحن على استعداد نتفاوض في الطلبات اللي طلبت، وبالتالي يكون هو ده موقف يخلي اللي بيقترح يتشجع إنه يوائم قراراته وطلباته مع ما قد تقبله قطر. يعني هو مواش بالقلم والمسطره هننفذ بالظبط اللي بيتقال، انما هو لم يظهر حتى استعداد ان يستمع، مش عاوز يقوم بدور المستمع للنصح، خصوصا وانه احدث دوله من في العالم العربي ومن احدث دول العالم، ثانيا اصغر دوله في العالم العربي ومن اصغر دول العالم. فايه مقدراتك التي تجعلك بهذا الاطمئنان على مستقبل بلد ومستقبل شعب؟ والحقيقه عندي سؤال تاني كمان، مفهوم القطيعه التامه سعادة سفير، يعني هل معناها ان تستبعد قطر من دول مجلس التعاون الخليجي؟ وفي حال حدث ذلك، يعني ابعاد ذلك والى اي مدى يمكن ان تصل؟ يعني يبقى شيء غريب جدا، هي برضه جزء من اللي مطمئن قطر ان محوشه قرشين على جنب، قرشين على جنب ده هيخلصوا، انما تبقى لطمه كبيره جدا ان يقرر مجلس التعاون الخليجي تجميد عضويه قطر، ممكن التصعيد لتجميد عضويتها في جامعه الدول العربيه اذا ثبت انها مارقه وانها دوله مارقه لا تستجيب حتى لمجرد المفاوضات من اجل طمانه جيرانها انها لا تقوم بدور حصان طرواده اللي يقولوا عليه انها شوكه في قلب العالم العربي، هذا لا يليق. فبالتالي التصعيد وارد، وما تقصده الإمارات إنها إذا كان الطلبات وقطع العلاقات وسحب السفراء وكل ده ما أثرش، يبقى يبدو إنها قطر محتاجة إلى تصعيد في اللغة وتصعيد في الإجراءات. ونطاق المقاطعة نفسه ممكن يتسع ليشمل دول أخرى، وده اللي حصل بالفعل، يعني كانت في البداية الدول الأربعة ثم في دول تبنت هذا يعني. في دول تبنت هذا، وأخشى إن ممكن ده يمتد أكثر وأكثر إلى كل بلدان جنوب شرق آسيا ودول إفريقية، في منها ابتدى ينزعج من السلوك القطري. ثم باقي الدول العربية ستنظر بعين الجد لهذا، لأن ما فيش أي بصيص طوق قطر بتتركه حتى نهتدي على ماذا تريد قطر. يعني أنا الحقيقة بحاول بقدر إمكاني برضو من نوع من الإسهام في حل المشكلة، إنك تضع نفسك مكان الطرف الاخر. ايه اللي عاوزاه قطر؟ دور، ما انا بقول ممكن جدا ان يكون لها دور عظيم في التوجيه وحشد القوى وتوحيد الاراء، وانها تكون بنك للمعلومات. هو لافت كمان ان منذ بدايه الازمه لم يحدث رد فعل قطري واضح، سواء بعد قطع العلاقات الدبلوماسيه او على خلفيه المطالبات الأخيرة اللي تقدمت بها الدول الأربع المقاطعة لقطر على خلفية ممارساتها الداعمة للإرهاب. معنا من الشارقة عبر الهاتف الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي. مساء الخير دكتور خالد. اهلا وسهلا، مساء النور، اهلا بكم وكل عام وانتم بخير. كل عام وحضرتك بخير. يعني قراءتك لهذه الازمه على خلفيه التطورات الاخيره، وربما نظر اكثر قربا للمطالب او الشروط العربيه ورد الفعل القطري كذلك؟ حقيقة يعني بدأ رد الفعل القطري قبل أن يعني أن يقدم لقطر، حينما نشرت حقيقة قطر يعني وسربت هذه الوثيقة. مفروض يعني هناك نوع من السرية ونوع من التبادل والتباحث بين الشريك التوفيقي اللي هو الكويت في الآراء، وبين ما تنشره على الإعلام والوسائل الإعلامية. وهذا يعني أن قطر غير راغبة في أن تدلل هذه المصالح أو أن تستجيب لهذه المطالب يعني. فللأسف هذا ما الوضع يعني بالنسبة لقطر، وتصرح بذلك وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. كنا يعني نأمل أن قطر يعني بعد هذه المقاطعة وبعد هذا الوقت أكثر من أسبوعين يعني أنها ترجع إلى رشدها وترجع الحكومة حقيقة إلى رشدها، لكن هذه الأمور بالعكس يعني تؤدي في حالة الاستجابة إلى أمور أفظع منها، وهو يعني ممكن
توقيفه من جامعة الدول العربية، من مجلس التعاون لإحالة الأمور إلى محكمة العدل الدولية. أرى بأن ضرورة يعني ترجيح العقل في هذا الوقت وفي هذه المطالب، وهي مطالب حقيقة دول مشتركة. البعض ارتأى التصرفات القطرية الأخيرة بأنه مسعى منها لتدويل الأزمة، هل من صالح قطر أن تدول أزمتها؟ وهي دولت الأزمة، من تصالحها؟ يعني اليوم حينما تنقطع عن محيطها العربي ومحيطها الخليجي بشكل خاص وتكون في هذه الأزمة التي بدأ الاقتصاد يؤثر عليها، يعني هل ستستفيد من تدويلها؟ وهل ستستفيد من شركائها اللي هم إيران وتركيا؟ لا أعتقد يعني أبدا. أعتقد حتى الدول يعني اليوم التصريحات، يعني حتى التصريحات الأمريكية حينما يقول ترامب بأن هذه قضية تخص المجتمع الخليجي والمجتمع العربي أو محيطها أو عائلة قطر كما قال، بالتأكيد نحن عائلة العرب، فإذا لابد هي تحل القضية مع أخوانها العرب، وبالتالي يعني تدويلها لا يفيدها، بالعكس تدويل المسألة يؤدي إلى كوارث أكبر ويؤدي إلى أن قطر تتعرض حتى للعقوبات يعني في المستقبل. الآن جميع الدول يعني ما جميعها متفقة على ضرورة إيقاف الإرهاب، لأن الجميع حقيقة يعني تأذى من هذا الإرهاب. وبالأمس رأينا المحاولة حقيقة التي حدثت في مكة والتي قبض عليها. وأنا لا أستغرب يعني هل تربطون بين يعني هذا الحادث الذي استهدف الحرم المكي الشريف وبين هذا التصعيد الدبلوماسي أو قطع العلاقات مع قطر؟ نحن إذا نظرنا من ناحية إعلامية والتحريض الإعلامي وقناة الجزيرة التي لا زالت تحرض، وكذلك الإعلام القطري في الخارج سواء من صحف أو من قنوات كالحوار وغيره، يعني كلها تحرض ولا زالت تحرض على الإرهاب. فبالتالي الإرهاب يتقدم من خلال هذا الإعلام ويتواصل معه ويقدم له صورة بأن يعمل، فلا نستغرب. نحن أمس أنا تحدثت قلت أكيد يعني قد يكون الإعلام القطري في هذا التوجيه وهذا التصعيد يعني أعطى إشارة للجماعات الإرهابية لمحاولة ارتكاب مثل هذا الحادث الذي سيكون شنيع في حقيقة في قلب الأمة العربية وفي مركزها، وهو الحرم المكي الشريف. ولكن الحمد لله كانت الأجهزة السعودية واعية لكل هذه الأمور. يعني أشكرك جزيلا من الشارقة دكتور خالد القاسمي المحلل السياسي، وعودة الدكتور جمال الدين البيومي. يا دكتور جمال، لو حناخدها بالراجع يعني في المقابل، ما الذي يضير قطر من أن تستجيب لهذه المطالب من قبل الدول الأربعة؟ يعني ما الذي يضرها من أن تغلق قناة الجزيرة، أي قنوات تروج للإرهاب أو تنشر رؤى مغلوطة أو تتدخل في الشؤون الداخلية العربية، أن تغلق القاعدة التركية لديها والمطالب الأخرى، يعني من خلال أيضا يعني قراءة سريعة من حضرتك للمطالب في هذا الشأن؟ هو جنون العظمة تسميه ساعات شخص بقول ما هوش على مقدرة يقوم يتخيل أشياء. لا أنا بتكلم هل بهذا القدر هي مستفيدة اقتصاديا وسياسيا وربما أبعاد أخرى؟ لا ده خسارة من ممارستها التي يطلب منها أن تتوقف عنها. ده خسارة جسيمة، ده خسارة جسيمة. هي بالعكس قطر دولة عندها فائض أموال كتير على الشعب العدد الصغير ده، وبالتالي هي متوهمة أنها غنية. قطر تأتي في الترتيب العالمي يمكن بعد الأربعين ولا الخمسين في الترتيب الناتج القومي. لكن هو الناتج القومي القطري على عدد السكان بيوهم أن ده معدل دخل كبير، ففي جنون العظمة ده اسمه. ثم يعني في هاجس تاني بيقول لي، وده أظن في دولة عربية أخرى بتناطحنا في الأيام الأخيرة، لما يكون عنده مشكلة داخلية يخلق مشكلة خارجية. لما يكون في صراع داخلي على الحكم وعلى السلطة وعلى يقوم يخلق عدوه في الخارج يختفي وراءه ويبقى عنده
ما يهدد الدولة، وبالتالي الخصام في الداخل يتوارى. ده اختراع ممكن يكون، إنما أنا شايف بقول إن هو سوء تقدير موقف ناتج عن إنها دولة حديثة الخبرة، وكل من فيها طبعا هتكون خبرتهم كم سنة يعني في العمل السياسي العالمي. ثم ضروري هناك من يهمس في أذن السلطة في قطر، ولا يهمكم أنا موجود، بينما الحقيقة تركيا بعيدة قوي عن قطر. يعني نفترض جزافا أن العملية أدت إلى تناطح بين القوات التركية وأي قوات في المنطقة، هيبعت لها إمدادات منين؟ فيعني ده يبقى جنون من تركيا أو من النظام الحاكم في تركيا. لكن هناك من يزين ويوحي لقطر أنها تستطيع. دايما في حديث متصاعد الحقيقه بعد تفجر الازمه دي عن اعاده النظر في السياسات القطريه، يعني سواء بتغيير الوجوه، سواء بان يكون في استفاده من اخطاء الماضي وما الى ذلك، خاصه وان الريال القطري وصل الى ادنى مستوى ليه، وبالتاكيد ده يلقي بظلال سلبيه جدا على الوضع الاقتصادي القطري. يعني الا تضع كل ذلك قطر في الحزبون؟ الحقيقه ده اللي كمان كنت اقصده من السؤال، هل لهذا القدر هناك جدوى اقتصادية من استمرارها في علاقتها مع إيران، استمرارها لدعم التنظيمات الإرهابية، استمرارها لإعطاء الدعم للمنابر الإعلامية التي تدعم الإرهاب؟ لا هو العكس، هي بتخسر طبعا، لأن النهاردة تكلفة وارداتها قطر دي عايشة على أن كل غذائها جاي من الخارج، وإذا حرمت من الغذاء ده يجي لها عن طريق البر، هيجي لها عن طريق إيه؟ هتنقلي أطنان من الغذاء بالطريق الجوي او الطريق البحري، وبقى هتضطر اذا كان في طبعا احنا الخليج منعها من انها تستخدم الفضاء الجوي لطائرتها. فالنهارده اللي عاوز يروح قطر لازم يروح بومباي في الهند عشان يبدل الطياره وينزل تاني على قطر، فده مكلف. فهي بالعكس هي في خسائر اقتصاديه يوميه نتيجه زياده تكلفه التعامل مع العالم الخارجي. وانما بقول اللي موهمها بكده حاجتين، الذين وسوسة الشياطين بقى اللي وراها اللي بيقولوا لها ولا يهمك احنا وراكي، لان في مصلحة اما للامبراطورية الفارسية القديمة او الامبراطورية العثمانية، كلاهما يطمع في موطئ قدم في هذه المنطقة، او لان هي ما زال عندها ارصدة تستطيع ان تعتمد عليها. انما ان هي يعني صادراتها ما اظنش هيحصل فيها حاجة، هتستمر. هما 13 مطلب تقريبا سعادة السفير. يعني بالنسبة لحضرتك ايه السيناريو المرتقب في التعاطي القطري مع هذه الطلبات؟ يعني هل تستجيب لبعضها؟ يعني هل تتجاهل الامر برمته؟ هل يعني تجد اذنا صاغيه للتحذيرات الاماراتيه التي وجهت لها من انها اذا لم تاخذ هذا الموضوع بجديه ربما يرقى الامر الى قطيعه دائمه؟ ايوه، يعني هو ابسط شيء ان توقف اللغه العدائيه في تلفزيونها. انا من سنين ما فتحتش تلفزيون الجزيره، لان انا مش هروح لتلفزيون اعلم مسبقا انه كذاب وانه بيشتمني. وعاوز اقول ان بريطانيا لما كانت بتعتدي على مصر سنه 56 البي بي سي ما عملتش كده ابدا. ما يوصلش الحرفيه الاعلاميه انه يفبرك اخبار او يشتم او يجيب اعداء للبلد اللي هو بيعاديها ويخلي نفسه بوق للجهات المعاديه للعالم العربي. وان كل حدود قطر تبقى حدود معاديه ده غير مقبول. فابسط شيء يعني كلمه يقفل قناه الجزيره ممكن نبدلها بانه يبطل هذه البرامج الموجهه ضد الدول العربيه، وانه يصر على لغه لا يستخدمها العدو. اسرائيل ما بتستخدمش اللغه دي، اعدائنا ما بيستخدمش اللغه دي، لانه ما عادش عندنا اعداء والحمد لله. انما لغه عدائيه تنم عن انه مش قابل حتى ان يكون عدو محترم. ما هو يعني يقولوا عدو عاقل خير من صديق جاهل، ده عدو جاهل كمان وما فيش اي خبره تجعله يرتدع. ده حتى يعني في المرحله دي الدول اصبحت تترفع على عداواتها، يعني تحاول تكتسب صداقات ما بالنا بالنهايه دول يعني على دول عربيه. الشيء اللي مش هيبان الا في الاجل الطويل مساله دعم الارهاب او تمويل الارهاب او احتضان عناصر ارهابيه، دي هتاخد وقت. انما الشيء اللي ممكن بجره الم بأمر إداري في دقيقة يبطل اللغة العدائية اللي حاصلة في قنوات الجزيرة أو قناة قطر نفسها. بس مسألة مش صعبة أبدا. ثم لغة الاستعلاء، لا يعني أنا النهاردة رغم أنني يعني كمواطن مصري وعربي حزين جدا مما تقوم به قطر، لكن ما زلت أستخدم لغة في احترامي للشعب القطري
انا مقتنع تماما ان الشعب القطري لا يرضى بهذا. وانا كثيرا ما بسافر قطر، يعني بقالي سنين ما رحتش صحيح منذ بدات هذه السياسات العدوانيه، لكن انا عارف كويس الشعب القطري وتقديره للدول العربيه، تقديره لمصر بالذات ده موجود في الداخل. صحيح. فما اظنش ان قطر هتتكلف كتير لو غيرت لغه العداء، سواء عن طريق مسؤوليها وزير الخارجيه وغيره، او عن طريق في الواقع الدول العربيه والخليجيه عانت ما يكفيها من الممارسات القطريه، لكنها لم تجد يعني ردا يعني، ولم تجد وسيله اخرى غير يعني تعبر بها عن ان هذه التحفظات تجاه الممارسات القطريه هي جديه بالفعل، ويجب ان يعني تقدم قطر ما يعني يطمئن بالفعل لمثل هذه الممارسات، على الأقل يعني مؤشرات لإصلاح المسار بالفعل في هذه السياسات القطرية. يعني بالتأكيد يعني الأجواء في شهر رمضان المبارك، ونحن مقبلين أيضا على عيد الفطر المبارك، يعني دوما بيكون في للأسف حزن للأوضاع الصعبة اللي بتعيشها كثير من الملفات العربية الساخنة، الإخوة الفلسطينيون السوريون وغيرهم من الأشقاء. وحديثا عن ذلك، في العاصمة العراقية بغداد السكان يتدفقون على المتاجر والأسواق استقبالا للعيد، وإن كان بالتأكيد بظروف خاصة ودلالات خاصة. وللأسف الأعياد تتزامن مع المعركة التي تخوضها القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل. نتابع المزيد في تقرير تالي عن الأجواء في العراق. يعتبر عيد الفطر المبارك واحدا من أهم المناسبات التي تمر على الأمة العربية والإسلامية، فكل شعب من الشعوب العربية له طريقته الخاصة للاحتفال بعيد الفطر وفقا لعاداته وتقاليده وثقافته. فالعراق تحل نهاية شهر رمضان هذا العام في الوقت الذي تخوض فيه القوات العراقية معارك ضارية لاستعادة مدينة الموصل، ثانية كبريات المدن العراقية من قبضة مسلح تنظيم داعش الإرهابية. وقبيل حلول عيد الفطر يتدفق سكان بغداد على المتاجر والأسواق لشراء احتياجاتهم، حيث اعتاد المسلمون في العاصمة العراقية على التسوق عشية العيد لشراء ملابس جديدة وأطعمة وحلوى تقليدية. نشتري لأطفالنا ملابس، وإن شاء الله هذا العيد الجاي فرحة فرحتين، نزف الفرحة العيد وفرحة موصل إن شاء الله الحبيبة ترجع لأحضان الوطن إن شاء الله جاي أفضل، الأعياد الجاية إن شاء الله ماكو أي داعش. ويأمل كثير ممن يستعدون للاحتفال بالعيد أن تحقق القوات العراقية النصر على الإرهابيين. هيئنا هاي القاعة للاحتفال إن شاء الله بالعيد المبارك، أول يوم عيد وطبعنا بوسترات، وإن شاء الله من انتصار لانتصار، وخير وأمان إن شاء الله على العراقيين. كل عام وحضراتكم بخير. أستاذ سفير جمال الدين بيومي، كل سنة وحضرتك طيب وسعداء باللقاء. طيب، شكرا شكرا، يا رب خير يا رب. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، واللقاء يتجدد معكم الأسبوع القادم في نفس الموعد والمزيد من الشؤون العربية. إلى اللقاء.